دور ممثلة سورية كنت بتتمني لو إنه إلك؟ الخيارات هني: منى واصف بالهيبة، صباح الجزائري بلا الموت، وفاء مصلي بصالون زهرة بجزء الثاني. ما تكوني هلأ مثالية كتير، مضطرين نختار. ما بحس إنه أنا فيهم يكونوا لإلي ولا دور. الأقرب؟ لا ولا دور. طب أي عمل كنت بتتمني تكوني فيه، الهيبة للموت أم صالون زهرة؟ هي انت اللي كيها. كطبيعة العمل وممكن أنا بحس إنه هيك أيه. يعني في شيء ممكن بالموت، مش عم بحكي كجزء أول بس كهيدا، وبصالون زهرة يعني كمان ممكن، بس بالهيبة بحس إنه لا ما في للموت. فإذا ضولنا الخيار التاني،